شباب صار يرجع علي، شوف على الصوت، على الصوت، على الصوت، صار يرجع الصوت. قطيع كامل من الجواميس. الشباب اللي بده يصطاد بده يكون عبقري شوي، بده يصطاد بده يكون عبقري شوي. هلا هذاك الحيوان شايفينه، هذاك هناك الحيوان راح نجرب نضرب عليه نشوف كم متر. 379 متر. خلينا نختار سلاح القوي. طيب تعال نشوف. لا صبنا بس عشان ما تروح وقتك على الفاضي. ليك اللي شايف هاي المنطقة كلها الواسعة. ليك انا شو مسوي، حاط خيمي هون، خيمي هون، وخيمي هون، عشان ما تضيع وقتك على الفاضي. بتروح هيك انتقال سريع، انتقال سريع، تطلع. نشوف وين هذا الحيوان اللي صدناه. اشارته هاي هون، بتحدد عليه هيك اشارة، بتروح على مكان اشارته. هيك هاي الاشارة هون تقريبا 5 6 امتار، 10 10 امتار، معناته هو قريب كتير للاسار. بتضرب هيك، هذا دمه 75. بتضل مطارد وراه لحتى تلاقي ميت. هو ما راح يبعد كتير لانه هذا السلاح ضربناه فيه كتير قوي. يا شباب وانا عم بتجول، انا عم بتجول شفت هل هذا النادر ليفل 3 وهالقطيع. يعني اذا بده الواحد يصطاد عن جد، يعني بدي يحصل مصاري، بده القطعان، لازم يتجه على القطعان. مثل ما كنتم شايفين، يعني بيطلعوا تقريبا كم جاموس، نحن بنقول له جاموس، هو اسمه ويلد بيست. كم جاموس؟ يعني هون فينا نقول 10 تقريبا، هنا يعني شغلة 25 30 جاموس. قرب عليه شوي شوي ومن نادي. بعيدين عنا 200 متر، يعني فينا يمدينا نقرب شوي. وانت حاول يعني تقرب، يعني اقل شيء يعني 150 متر، هاي اقل شيء. بس لا ترقد، لا تمشي، ولا لا تركض رقد، خليك هيك شوي شوي عم تمشي. ليك هلا هسه اذا وقفت ومشيت اكيد راح يسمعوا. بتخليك هيك شوي 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 عم تمشي لحتى هيك يعني يصيروا مكشوفين عليك. ساعتك فيك توقف شوي لحتى تشوف انا حيوان بدك تصطاده. خليك دائما جوا هيك، يعني بالعشب او ورا شجرة او اي شيء، لانه حتى هم يعني اللعبة كتير واقعي يشوفوك يعني. وانا بتحمد ربي انه الريح مو باتجاههم، يعني مو رايح عليهم، ولا كانوا شموا ريحتي وهربوا. شباب صار يرجع علي، شباب على الصوت، على الصوت، على الصوت، صار يرجع الصوت. قطيع كامل من الجواميس. الأحمر، الأحمر، اضرب. يعني شو ما كان لو لما استخدم هاي البارودي القوي 4 نزين 100%، متأكد انا. جولد والله، شوي دياموند بس. بالله عليك على منظره، بالله شلون هيك منظره. ذكر 231 كيلو فاصل 17 جولد ليفل 3 هورنز. والله 1000 وشوي، يعني من كل جاموس فيك تحصل 1000 1000 وشوي. 32 تمام. نحط له هذا بالمجموعة مشان هلق نحطه بالبيت، بيتنا الخاص. اها شباب، وكمان شغلة تاني، اذا بتضل مكانك بيرجع القطيع عليك. اذا بتضل مكانك القطيع راح يرجع على نفس المكان اللي اجى منه، مثل ما كنتم شايفين. هذا ليفل 3، هذا ليفل 1، هذا قريب كتير علينا. هذا كمان ما بدنا اياه، بدنا ليفل 3 نحنا. هذا هو بالقلب بنضرب عليه. الا بدي ليفل 3، هذا هو.
مثل ما كنتم شايفين يا شباب، القطيع بيرجع على نفس المكان اللي كان فيه، بس بدك تضل مكانك ما تسوي صوت. يا رب. شايفين شنو يا شباب؟ طيب هذا ليفل 2 اعطانا 800، بتشيلها. هذا الثاني هون كمان 827. حلو، هيك هذا السلاح القوي اخترق اخترق كل جسمه، طلعت رصاصة من الطرف الثاني. حاليا القطيع متجه باتجاه الخيمة اللي بنيتها، مثل ما قلت لكم أول ما بلشنا، هاي الخيمة هون أنا عندي، وعندي هون خيمة، وهاي كمان يعني 3 خيم أنا حاطها هون. والله كنت أفكر أحط واحدة هون كمان، بس خلصوا مني فلازم أشتري. على كل حال هم أسع بهاي المنطقة، راح يضلوا مكملون الطريق لحتى يوصلوا هاي الخيمة. أنا بكون مستنى هون بهاي المنطقة هون، مثل ما كنتم شايفين رايحين باتجاه الخيم. قطيع كامل يا شباب، قطيع كامل. أفكر أنا أجيب هذا، أصطاد هذا، بدي أجيب هذا. Give me the bright side dude. صبته مات يا شباب. القطيع متجه باتجاه الخيمة يا شباب، يعني هلأ إذا بسوي انتقال سريع بلاقيهم بوجهي، وشون ما كان راح حصل 3 4 جواميس منهم اقل شيء. يعني هذاك الحيوان اللي صدناه من شوي، وبعد شوي صوت اسد كمان. من ايمت كانت الاسود متواجده بهذه المنطقه؟ نشوف جولد، والله قريب على الدياموند. عم تسمعوا صوت الاسد؟ قريب على 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 سكور دياموند. كل حال جولد كمان منيح، 34.3، والمصاري اعطوني 1080، كثير منيح. طيب خلو، حاليا راح نسوي انتقال سريع على الخيمة اللي كنا فيها هناك. راح نسوي انتقال سريع على الخيمة. اها مثل ما تكون شايفين القطيع هون كان عم يستنى انا، بس نحن جفناه لاني رقدت. بما اني رقدت فهرب القطيع منا. يا اسافي، هذا كمان واحد سكور عالي. مات. لا شوي بيموت يا شباب. في عندي مفاجأة لكم، هذا هو القطيع. يعني اذا هلا انا بسوي انتقال سريع بكون قربت المسافة بيناتهم، لاني راح الاقيهم بهاي القطعة هون. بس هذا الفيديو يعني بس شرح شلون بدك تصطاد وتجمع مصاري كثير وتشتري اسلحة وذخيرة. هذاك هو، بتمنى يكون جولد، بس ما بتوقع لاني اعطيته اكثر من رصاصة. كل حال بنشوف سيلفر مثل ما توقع تقريبا يعني، بس منيح. اول والله كان لازم مستنين لحتى يموت، لانه اول رصاصة اجت بالرئة اليمنى جابت 84. الثاني نعم بلا ما نحكي عن هدول الاجزاء، لكنه انثى. وهذا كان المقطع. إذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس مشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.